الصين تستمر بتحركاتها المكوكية، وهذه المرة دخلت إلى عمق الحرب الروسية الأوكرانية، والولايات المتحدة الأمريكية تراقب تماما هذا التحرك. التحرك يأتي من الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم بزيارة إلى العاصمة الروسية موسكو. ظهرت طائرته طبعا الرئاسية بهذا الشكل وهي تحلق على الفلايت ريدار 24 وتقترب من العاصمة الروسية موسكو، حتى قامت بالهبوط بهذا الشكل على مطار فونكوفو الدولي في موسكو. وهذه الطائرة كانت اللحظة الأولى لعملية هبوط الطائرة الخاصة بالرئيس الصيني طبعا حتى لحظة ظهوره، وهو جالسا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وهذه الزيارة تعتبر مهمة للغاية بالنسبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولروسيا بأكملها، لأن الرئيس الصيني هنا يعتبر هو أول رئيس دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي تزور روسيا منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية العام الماضي، التي بدأت طبعا منذ العام الماضي في 24 من فبراير. كذلك أن هذه الزيارة هي مهمة أيضا لأن الرئيس الصيني هنا يزور روسيا بعد 3 أيام فقط من صدور مذكرة اعتقال على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وأصبح بوتين غير قادرا على عملية الدخول إلى أكثر من 120 دولة. وحتى ألمانيا قالت يا بوتين إن وصلت إلى ألمانيا سنلقي القبض عليك، وبالتالي هنالك توعد لبوتين وبأن بوتين الآن أصبح مجرم حرب بالنسبة لهذه الدول بأكملها. وطبعا هذه الزيارة هي تهدف إلى العديد من الأمور، واحدة منها هي توسيع التعاون الثنائي بين البلدين، عقد العديد من الاتفاقيات التي سنراها. الزيارة تستمر لمدة 3 أيام، اليوم هو اليوم الأول، ولكن أهم قضية هنا يراقبها العالم بأكمله من هذه الزيارة من الرئيس الصيني هي مسألة سعي الصين للتوسط لإنهاء الحرب بين روسيا وبين أوكرانيا، بالضبط كما فعلوا تماما بين المملكة العربية السعودية وبين إيران، ونجحوا في عملية إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. ووصلنا في 24 ساعة الماضية إلى تطور جديد طبعا بين السعودية وبين إيران. ملك المملكة العربية السعودية قام بإرسال دعوة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لزيارة السعودية وتحديدا الرياض، والرئيس الإيراني طبعا قبل تماما ورحب بهذه الفكرة، وسنرى هذا اللقاء. وبالتالي نحن أمام تقدم لهذه العلاقة وفتح سفارات مرتقب وتعاون مرتقب وتفعيل للاتفاقيات المهمة للغاية. وطبعا الصين هي التي لعبت هذا الدور الكبير، وبالتالي الصين تريد أن تكرر نفس الأمر تماما، ولكن هذه المرة بين فلاديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني وكذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وهذا الأمر أساسا الصين عملت عليه وبدأت بالعمل عليه منذ الشهر الماضي منذ 21 من فبراير من خلال زيارة قام بها هذا الرجل الذي ترونه أمامكم، ألا وهو مدير المكتب أو مكتب اللجنة المركزية للشؤون الخارجية، وهو وانغ يي، الذي طبعا قام بزيارة موسكو. التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قدم له مبادرة سلام بين روسيا وبين أوكرانيا من 12 بندا، هنالك 12 بندا من شأنها أن توقف هذه الحرب طبعا بين الطرفين. كذلك في نفس الوقت الخميس الماضي كان هنالك اتصالا من النادر أن يحدث، تم بين وزير الخارجية الصيني ووزير الخارجية الأوكراني كوليبا من أجل الحديث عن مسألة السلام. كذلك قبل 6 أيام الوول ستريت جورنال كانت قد تحدثت بأن الرئيس الصيني بمجرد أن ينتهي من زيارته من موسكو سيقوم بإجراء اتصال مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من أجل السعي في السلام طبعا. والفاينانشال تايمز أكدت هذه المسألة اليوم، وأكدت بأن الرئيس الصيني من المرجح أن يقوم بهذا الاتصال بعد إنهاء زيارته إلى روسيا. وبالتالي هنالك تحركات كبيرة صينية من أجل إنهاء هذه الحرب التي لم تتعب فقط أوكرانيا وروسيا، ولكن أتعبت العالم بأكمله ودخلت في مراحل خطيرة للغاية. الأمر طبعا لا يعجب أبدا الولايات المتحدة الأمريكية، مبادرة السلام التي طرحتها الصين لم تعجب الولايات المتحدة الأمريكية أبدا، وتحديدا التصريحات تأتي واضحة من قبل جون كيربي وهو المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، الذي قال بأننا نراقب هذه الزيارة ونراقب هذه الاجتماعات التي ستحدث بين الرئيس الصيني والرئيس الروسي، نريد أن نعرف ما الذي يجري بين الطرفين. والولايات المتحدة الأمريكية ليست معجبة بمبادرة السلام، وقد يستغرب البعض من هذه المسألة لأن الولايات المتحدة ترى بأن الصين سبق وأن صدرت تقارير عليها الشهر الماضي بأنها تساعد روسيا في السلاح وفي التكنولوجيا وفي التقنيات العسكرية
تساند روسيا أساسا في هذه الحرب تحديدا بحسب الوول ستريت جورنال. كنا قبل أيام قليلة في 16 مارس بحسب بوليتيكو بأن هنالك بنادقا وطائرات مسيرة صينية قد أرسلت بحسب بيانات الجمارك التي طلعت عليها طبعا بوليتيكو، ترسل من الصين إلى روسيا، وروسيا تستخدمها طبعا في الداخل الأوكراني، وبالتالي هي ليست طرفا محايدا، وخاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية ترى أيضا بأن الصين أساسا لم تلتزم بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا على أوكرانيا، لم تلتزم بها أبدا، بل بالعكس هي وقفت أساسا مع الدعاية الروسية، وكذلك لم تدين هذه الحرب نهائيا بأي شكل من الأشكال، روجت لصحة ما تقوم به أساسا روسيا، وأيضا في نفس الوقت بأنها قادمة من خلال هذه الزيارة لزيادة التعاون الكبير التجاري بين البلدين. العام الماضي عندما بدأت الحرب ارتفع التبادل التجاري والاقتصادي بين الصين وبين روسيا إلى 190 مليار دولار، الآن متوقع خلال هذا العام وبعد هذه الزيارة أن يتعدى 200 مليار دولار، وبدأت روسيا أساسا تستخدم اليوان، وبدأت الصين تستغل هذه المسألة كثيرا، وبالتالي هم يرون أن هذه المسألة لن تصل إلى طريق، بل أن أساسا المبادرة بحد ذاتها التي تتحدث عنها الصين من وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية هي ستشرع وستعطي شرعية لكل التقدم الذي حققته روسيا في المناطق التي وصلت إليها، إن كانت خيرسون أو زاباروجيا أو حتى دانييتسك أو حتى لوغانسك. بمعنى آخر أن المبادرة ليس فيها نصوص لعملية انسحاب القوات الروسية بأي شكل من الأشكال، وأساساً الولايات المتحدة الأمريكية بل الأوكرانيين بأنفسهم يريدون من هذه القوات الروسية أن تنسحب من كل هذه المناطق، بل حتى تركي شبه جزيرة القرم، وهذا هو أساس الاعتراضات الأمريكية القادمة على لسان جون كيربي. بالإضافة إلى ذلك بأن الرئيس التشيكي أساسا قال بأن على أوكرانيا الآن أن تستغل هذا العام وهذه المساعدات القادمة بالنسبة لهم خلال هذا العام من أجل تحقيق هجوم كبير واحد قادم من الأوكرانيين لتحقيق ما يمكنهم أن يحققونه من أجل الخلاص من القوات الروسية طبعا وطردهم من الأراضي الأوكرانية، لأن الدعم لن يكون حاضرا. اليوم مثلا الولايات المتحدة الأمريكية اتخذت قرارا بإرسال حزمة عسكرية أو إقرار حزمة عسكرية بقيمة 350 مليون دولار إلى طبعا أوكرانيا، وفي نفس الوقت أن هنالك دراسة من الاتحاد الأوروبي أيضا بحسب البلومبرغ بأنهم سيقومون بتزويد أوكرانيا بمليون قذيفة مدفعية. أيضا هنالك لا زال الكثير من الدعم القادم، وأيضا يجب أن لا ننسى بأن دبابات أبرامز ودبابات ليوبارد الألمانية لم تنتهي الشحنات القادمة لها لمساعدة الأوكرانيين، وبمجرد وصول هذه الدبابات التوقعات كلها تذهب بأن الأوكرانيين سيشنون هجوما كبيرا قادما، وبالتالي هذه المبادرة ليست أساسا ولا أحد ينظر لها كحقيقة لهذا الموضوع، ولا يريدون أساسا بوتين أن يحقق كل هذه النتيجة ويؤمن بحر آزوف وغيرها. والهجوم أساسا الأوكراني الذي تهدف له أوكرانيا تحديدا، فهي تريد القيام بهجوم بحسب العديد من الخبراء العسكريين، بحسب ما يتحدث عنه الأوكرانيين بأنهم يريدون الهجوم من نقطتين، الهجوم من زاباروجيا تحديدا وإخراج القوات طبعا الروسية من هذه المنطقة والوصول إلى بحر آزوف من قبل الأوكرانيين، وأيضا الهجوم من خيرسون عبور نهر الدنيبر ودفع القوات الروسية بهذا الشكل والوصول إلى شبه جزيرة القرم، وبالتالي يقومون بقطع هذا الطريق الذي ترونه بهذا الشكل المرتبط الذي تستخدمه طبعا كثيرا. ولنختار طبعا لونا آخرا لكي تصبح واضحة لكم هنا، إذا ما أخذنا اللون الأزرق على سبيل المثال، هذه النقطة وهذا الفاصل والنقطة المؤمنة طبعا هي يريدون إلغائها تماما، التقدم لبحر آزوف، التقدم على شبه جزيرة القرم، تهديد شبه جزيرة القرم، وتهديد كذلك دانييتسك بهذا الاتجاه هو الهدف الأساسي بالنسبة لأوكرانيا. والمشكلة أن شبه جزيرة القرم أو حتى ماريوبول والنقاط التي تقدمت لها روسيا هي مسألة أساسية ومهمة للغاية. فالرئيس الروسي فلاديمير بوتين طبعا مؤخرا كان حاضرا بشكل مثير للغاية، يوم أمس ظهر بهذا الشكل في شبه جزيرة القرم وصوروه طبعا، وبعد ذلك أيضا ظهر في ماريوبول وهو يتجول في زيارة لأول مرة للرئيس الروسي في داخل الأراضي الأوكرانية منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، بل كان هنالك أساسا تصويرا
للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو يقود سيارته أساساً في مدينة ماريوبول التي شهدت العديد من المعارك الخطيرة للغاية الآن تأمنت وأمنتها طبعاً القوات الروسية. إذا ما ألقينا نظرة هنا على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو يقود سيارته بهذه الطريقة في هذه المدينة المهمة للغاية، يتجول بها طبعاً في الليل بحسب ما نقلته طبعاً الأوساط الروسية، وهذا طبعاً يعتبر تطوراً كبيراً، تحدياً كبيرا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خاصة وأنها تأتي بعد عملية إعلان إلقاء القبض عليه من قبل المحكمة الجنائية الدولية. وإذا ما ألقينا نظرة على هذه الزيارة التي قام بها طبعا بالتجول الذي قام به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سنلاحظ بأن هنالك عددا من العلامات المهمة التي ستوضح لنا بالضبط من أين دخل إلى ماريوبول، وهل هو فعلا كان في ماريوبول في هذا المقطع تحديدا. سنلاحظ أولى المسائل المهمة هي هذه العلامة التي ترونها أمامكم، ألا وهي تأتي طبعا بهذا الشكل المميز على الطريق على جزرة وسطية نوعا ما منفصلة عن الجزرة الوسطية الأخرى، هي عشبية، طريق يأتي ذهابا وإيابا إلى منطقة مرتفعة بهذا الاتجاه. هذه العلامة هي النقطة الأولى عند انعطافته طبعا إلى الشمال، وبعد ذلك ظهرت مبنى إلى شماله بعد نقطة أو مسافة من عملية التحرك بالسيارة لهذا المبنى باللون الأبيض، وعلى سقف هذا المبنى أو على أعلى نقطة من هذا المبنى تأتي مثل النقطة المرتفعة التي يأتي سقفها باللون الأبيض كما تلاحظون هنا، وأيضا في نفس الوقت بأنه وصل إلى تقاطع بهذا الشكل فيه طبعا ترافيك لايت أو إشارة ضوئية، وبعد ذلك وصل وتحرك ووصل إلى هذه الأعمدة التي ترونها التي هي تأتي بهذا الشكل كأنها حمائم أو طيور في هذه الأعمدة المميزة التي طبعا يقوم بالإشارة إليها المرافق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. الآن إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أين من الممكن أن يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء عملية التجول التي قام بها، نأخذ بعين الاعتبار عددا من المسائل، أن القوات الروسية طبعا هي موجودة حتى نهر الدنيبر هنا بهذا الاتجاه، وهي موجودة تقريبا إلى زاباروجيا، ولكنها تسيطر على 50% تقريبا من دانييتسك. القوات الأوكرانية موجودة وحاضرة في هذه المنطقة، والمنطقة والنقطة التي نتحدث عنها في ماريوبول هذه هي ماريوبول التي طبعا زارها بشكل مكثف، وجاءت المقاطع المهمة للغاية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. بالتالي إذا ما فكرنا في مسألة أمان ومسألة حياة وتأمين حياة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأبعاد الخطر عنهم، قد نجد الطريق كيف وصل إلى هذه النقطة. فالرئيس الروسي أساسا إذا حاول أن يدخل من دانييتسك فهي خطيرة، منطقة اشتباكات ممكن أن يتعرض للخطر، كذلك عبوره من بحر آزوف قد يكون منطقيا بما أنهم يسيطرون عليه، ولكن أيضا أي حادث أي شيء هو على الماء ممكن أن تكون خطيرة. وأيضا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن بداية الزيارة كانت إلى شبه جزيرة القرم، وهذا يوضح نظريا أن المنطقة الأكثر أمانا هو يتحرك بريا بهذا الشكل أو حتى عبر مروحية أو غيرها، ينتقل بسرعة بهذه الطريقة إلى الغرب ويدخل من الغرب من مدينة ماريوبول. لنتأكد الآن من هذا الأمر ونقترب من مدينة ماريوبول ونتجه إلى أهم الطرق الغربية لماريوبول. هذه هي مدينة ماريوبول التي تحدثنا الكثير عنها عند الحرب طبعا، وهذا طبعا الطريق الأساسي والرئيسي الذي يرتبط بشبه جزيرة القرم والمدن إلى الشمال أو إلى الغرب عفوا. وبالتالي إذا ما توقفنا هنا في هذه المنطقة فإن نلاحظ بأننا أمام نوعا من جزرات الوسطية العشبية، نحن أمام ذهاب وإياب، وأيضا واضح بأننا أمام نقطة بهذا الاتجاه من الممكن أن تكون هي نفسها التي تحرك بها، أي أن علاماتها من بعيد تبدو وكأن الرئيس الروسي جاء بهذا الاتجاه وتحرك من هذه النقطة. الأمر المهم بأننا نريد البحث عن العلامة التي لاحظناها في البداية على جزرة الوسطية بالتوجه ب 180 درجة بهذا الشكل، والاقتراب من هذه العلامة أو الإشارة التي رأيناها ستلاحظ بأنها إشارة لا تبدو متطابقة من هنا، هي ليست واضحة في حقيقة الأمر إن تحدثنا عن حقيقة هذا الأمر. وبالتالي إذا ما حاولنا الهبوط ومن حسن الحظ أن هنالك نقطة واحدة في القمر الصناعي تستطيع الهبوط وتستطيع إلقاء نظرة على هذه النقطة لنهبط بالقمر الصناعي الآن بسرعة،
ستجد نفسك أمام هذه العلامة التي هي طبعا تتشابه تماما مع الإشارة التي ظهرت لبوتين إلى شماله. لاحظ لا شيء مختلف أبدا بين هاتين النقطتين، مع الأخذ بعين الاعتبار الجزر الوسطية العشبية ذهاب وإياب، وأيضا تبدو المنطقة نوعا ما مرتفعة من هنا بهذا الاتجاه. وبالتالي فعلا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهذا الشكل أصبح واضحا بأنه كان بهذا الاتجاه إلى اليمين، وكان قد انعطف بهذه الطريقة بسيارته، وهذا يؤكد أن هذا الشارع هو بالفعل الذي كان حقيقة ظهر به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. أيضا النقاط الأخرى وبسرعة بإلقاء النظرة عليها، إذا ما اتجهنا إلى التقاطع الآخر الذي يأتي إلى اليمين في الصورة الأخرى في المبنى الكبير، سنلاحظ بأننا أمام هذا المبنى مرة أخرى الذي تأتي فيه النقطة البارزة البيضاء. هذا هو المبنى الذي كان واضحا إلى يمين بوتين طبعا بهذا الاتجاه، وهذا هو التقاطع الذي ظهرت فيه إشارة المرور. وإذا ما تقدمنا أيضا قليلا مرة أخرى تلاحظ هو طريق واحد هو الذي سار به طبعا فلاديمير بوتين في ماريوبول، ستلاحظ هذا المبنى ليس متطابقا. لنأخذ صورة أوضح، ستجد فجأة الأعمدة الواضحة التي قد تكون هي نفس الأعمدة التي ألقينا نظرة عليها. لنتوقف هنا قليلا إذا ما قمنا بالهبوط بالقمر الصناعي فوق هذا السطح لنلقي نظرة على هذه الأعمدة، فأنت ستلاحظ بأننا أمام نفس الأعمدة التي تحمل هذه الطيور متطابقة تماما مع ما ظهر مع زيارة بوتين وحقيقة تحركه بهذا الاتجاه الذي ترونه. وهذا باختصار شديد جدا بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما دخل إلى مدينة ماريوبول هو فعلا دخل من هذه المنطقة بهذا الاتجاه وظهر بهذا الشكل طبعا، وتحرك كل هذا الطريق الذي تحدثنا عنه أمامكم. بالتالي هي مسألة مهمة بالنسبة لبوتين، ماريوبول لا يمكن الاستغناء عنها، شبه جزيرة القرم لا يمكن الاستغناء عنها، بل هو يريد التقدم لأن هذه جمهوريات قد أعلن وأعلن عن أنها أقاليم مهمة بالنسبة لروسيا. والمشكلة بالنسبة لروسيا بالقبول بالشروط الصينية فيها مشكلة، لأنهم لا يسيطرون على كل شيء. عندما تلقي نظرة على هذه الخارطة على سبيل المثال فأنت ستشاهد شبه جزيرة أو عفوا بالنسبة لهذه المنطقة وهي منطقة دانييتسك، ستلاحظ بأن هذه الحدود الإدارية لدانييتسك كل هذه تحت السيطرة الأوكرانية. لا زال الكثير هنالك مطلوب الكثير من العمل، هنالك مناطق قد تحررت هنا بالنسبة للقوات الأوكرانية استعادت السيطرة عليها، هنالك نقاط أيضا استعادت السيطرة عليها هنا. بالتالي لديهم مشاكل كبيرة جدا بالنسبة للقوات الروسية، وخاصة أن الروس لا زالوا يعانون في عدد من المعارك. إذا ما اقتربنا هنا من إحدى أهم المعارك التي تخوضها القوات فاغنر تحديدا ونأخذ بعض الأفكار مما يجري هنا في هذه المنطقة، وحاولنا أن نعود بالتاريخ قليلا بهذا الاتجاه إلى 19 مارس، ستلاحظ بأن التغير الوحيد الذي جرى تقريبا هو إلى شمال باخموت. ستلاحظ بأن تقدم بسيط قد جرى بهذا الاتجاه. هنالك هدف مهم بالنسبة للقوات الروسية واضح جدا بأنها تبحث عن تحقيقه، ألا وهو ضرب عمليات الإمداد التي تتقدم وتأتي بالنسبة للقوات الأوكرانية من كوستانتينيفكا إلى تشازفيار، والتي تجعل القوات الأوكرانية تصمد في باخموت. فالهدف الأساسي بالنسبة للقوات الروسية واضح جدا بأنها تبحث أما الوصول إلى نوفو ماركوفا عبور هذه القناة التي ترونها، وبعدها الوصول إلى ماركوفا، وبعد ذلك محاولة الضغط على تشازفيار في عملية خطيرة للغاية قادمة من الشمال مع الضغط على بوتشكا وإغلاق الطريق هنا. وبالتالي سيصبح من الصعب على الأوكرانيين هنا الاستمرار في هذه المعركة، أو في صريح العبارة بأن هذا التقدم هو للسيطرة على غريغوريفكا والسيطرة على بوهدانيفكا والوصول على هذه القناة بأكملها بهذا الاتجاه. وبالتالي القوات الأوكرانية ستجد نفسها في مشكلة حقيقية في عملية الدعم. لماذا؟ لأنها ستكون هنالك سيطرة كبيرة جدا للقوات الروسية بهذا الاتجاه، سيطرة نارية من هذه المرتفعات والمناطق المهمة، وأيضا بأنها ستفتح لها الباب بمحاصرة تشازفيار، خلق طوق بعد التقدم إلى ستابوتشكا. إن طوق خارجي كبير بهذا الشكل سيعني للقوات الأوكرانية بأننا أصبحت تشازفيار تحت الخطر، وكوستانتينيفكا يجب أن تدعم تشازفيار، يجب القوات في باخموت أن تنسحب إلى تشازفيار ويضحون طبعا في باخموت. لاحظ التفاصيل الكثيرة في هذه المعركة، لا زال هنالك الكثير بالنسبة للقوات الروسية للقيام به في هذه المعركة المهمة للغاية. وبالتالي نحن فعلا أمام
تفاصيل خطيرة كبيرة تجري في هذه المعركة، والجميع دائما يتساءل كيف ستنتهي الأمور، وهل الصين قادرة على إنهاء هذه المعركة من خلال مبادراتها ومبادرتها التي سنرى فعاليتها.